السابع بتاع الاناتومي هناخد فيه الايه؟ الميل سنتر سيستم. تمام؟ هنبتدي الاول بحاجات بسيطه كده، مراجعه خفيفه. ده الايه؟ البلفيك بون. البلفيك بون بتاعي هو ده العظم. البلفيك بون عباره عن اليوم اللي هي 2 وينجز دي، ومن تحت هنا هتلاقي الاثنين بيوبس اهو، والاسكيم اللي هي الاسكيم دي ودي ودي، الاثنين بيوبس والاثنين اليوم. خلاص؟ البلفيك بون هي المحدده. البلفيك كافيتي بيبقى ليها انلت واوتلت، مدخل ومخرج. ادي الاوتلت بتاعي وادي الانلت. نيجي نبص للانلت. الانلت بتاعي دورساليه، ده الايه؟ الساكرم او عظم الساكرم. دول الاثنين وينجز في الساكرم. المنطقه المنفوخه دي اسمها البرومونتري اوف ذا ساكرم. فلما اجي ابص كده يبقى الدورسال سيرفيس بتاعي او الروف بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن البرومونتري اوف ذا ساكرم. برومونتري الساكرم فوق. طب من تحت دي عظمه البيوبس، فسميها البيكتن اوف بيوبس. هنا المنطقه دي البيكتن اوف بيوبس، في حاله الميل بتبقى ايه؟ تخينه وكونفكس شويه. في حاله الفيميل بص المنظر بتبقى كونكيف قوي ورفيعه. تمام؟ شايف العظمه الحته دي بالظبط؟ سيبك من دي، الحته دي دي رفيعه قوي تبقى دي في ميل، ودي تخينه تبقى ده ايه؟ ميل. خلاص؟ دي يعني معلومات قلناها قبل كده. تمام؟ يبقى انا من فوق برومونتري اوف الساكرم، من تحت بيكتن اوف بيوبس، من على الجناب دي الاليوم ودي البيكتن. الخط ده والمرسوم بالاسود ده اسم الاليو بيكتن اللاين. يبقى لاترالي في تو اليو بيكتن اللاينز. جميل؟ على الاليو بيكتن اللاين الحته دي والبروز ده والبروز ده، دول اسمهم السوا ستيبلستي. اهو واهو. يبقى انا لو شديت خط كده يبقى ده الايه؟ الكونجيجيت لاين ما بين البرومونتري اوف ذا ساكرم والبيكتن اوف بيوبس. اهو ده ايه؟ كونجيجيت لاين. طب لو برومونتري ده لو بيكتن اوف بيوبس وعلى اي خط تاني اللي هما التانية أو الرابعة، يبقى ده إيه؟ فيرتيكال لاين، مش على البرومونتري. طب لو شديت خط بين الاتنين سوا ستيبريستي، يبقى ترانسفيرس لاين. تمام؟ ده الإيه؟ البلفيك انلت. البلفيك أوتلت بتاعي هنا الاتنين اسكال تيبريستي أهو، ما بينهم اتنين سكاتيك أرش. يبقى البلفيك أوتلت بتاعي من ورا في الاتنين سكاتيك إيه؟ أرش. طب بالنسبة للإيه؟ لللاترال، قال لك والله ده السكر وده الاسكاتيك تيبريستي، بيطلع منهم ليجامنت ماشي كده يلزق من الساكرم والسكاتيك تيبريستي، اسمه ساكرو تيوبرال ليجمنت. تمام؟ يبقى ده الساكرو تيوبرال ليجمنت في المنطقه دي. طب بقيه المنطقه دي هتتغطي بايه؟ هتتغطي بالسيمي ممبرانوزس ماسل. سيمي ممبرانوزس ماسل. جميل؟ يبقى ده الايه؟ الحدود بتاعتي والباوندز بتاعت الايه؟ البلفيك كافيتي، خدناهم على العظم. نخش بقى على الميل جنتال سيستم اللي احنا جايين بيه نعمله النهارده. قال لي والله ده ايه؟ ده الميل جنتال سيستم بالنسبه للاكوان. اطلع فوق شويه. جميل؟ بيبتدي من تحت بسكروتم وفي اتنين تيستس، وبعدين البينس نفسه، البينس روت وبادي وجلانز بينس، الحته اسمها شويه دي. تمام؟ طب نبتدي اول حاجه في السكروتم. انا عايز اخد افتح في السكروتم عشان اشوف طبقاته عامله ازاي. فقال لك والله انا هبتدي افتح اهو. اول طبقه اللي فيها شعر دي هي السكين، ولما اجي امسكها كده هلاقيها لازق معاها طبق، هي اللي هما الاثنين في طبقه واحده، التونيكا دارتوس. التونيكا دارتوس دي عباره عن ايه؟ الاستيك ماسل فايبرز شويه صغيرين قوي من جوه. تمام؟ يبقى السكن والتونيكا دارتوس مع بعض هنا في العين. طب بعدين بعد التونيكا دارتوس في حته اسمها التونيكا سب دارتوس. جميل؟ يبقى دي التونيكا سب دارتوس ودي السكن والتونيكا دارتوس مع بعض اهو. طب بعد التونيكا سب دارتوس قال لك والله في طبقه اهي بسميها الاكسترنال سبرماتيك فاشيا. اكسترنال سبرماتيك فاشيا. جميل؟ وبعدين هتلاقي المفروض الكريماستريك ماسل. شايف الماسل فايبرز دي؟ الماسل فايبرز دي هي دي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا، نايمه على الانترنال سبرماتيك فاشيا. خلاص؟ يبقى الكريماستريك ماسل من هنا نايمه على الانترنال سبرماتيك فاشيا، يبقى دي اكسترنال سبرماتيك فاشيا، كريماستريك ماسل، انترنال سبرماتيك فاشيا. خلاص؟ طب بعديها هتلاقي الايه؟ البرايتال فاجينال تونيك او التونيكا برايتاليس فاجينالس. تمام؟ تونيكا فاجينالس برايتاليس. طيب اللي لازقه على السكي على التستس دي على طول اسمها التونيكا فاجينالس فيسراليس. التونيكا فاجينالس فيسراليس
ترجع جينيريز باريتاليس، وبعدين الايه الانترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل، اكسترنال سبرماتيك فاشيا تونيكا سب دارتوس، وبعدين سكين تونيكا ايه دارتوس. كده احنا خلصنا الايه السكروتم وطبقاته. نخش بقى على الايه على البينس، قلنا روت وقلنا بادي وقلنا جلانز. البادي من فوق شايف حته السكين اللي عامله فولدز دي البريبيس اهو، كل ده بريبيس. جميل. البريبيس قلنا في الاكوام بيبقى عباره عن اتنين فولدز، تمام، مقسوم فولد وبعدين التاني اتنين فولد في نفس الايه البريبيس. طب انا جيت خدت كروس سكشن في البينس هلاقي ايه؟ قال لك والله هتلاقي المنظر ده كده. خلينا في النص ده، النص ده والله فيه من هنا كاربس كافيرنوزس اللي هو البني ده، اسمه كاربس كافيرنوزس، ده اللي بيتملي بالدم ساعه الايه الاريكشن. طب بالنسبه كاربس كافيرنوزس ده متغطي بره بخط لونه ابيض اهو، شايفه الخط الابيض ده اسمه تونيكا البوجينيا، تونيكا البوجينيا نازل في منها سبته بتقسم الكافيرنوس تيشو ده. خلاص يبقى دي التونيكا البوجينيا طالع نازل منها ايه سبته. طب كده خلصنا الكاربس كافيرنوس، نخش على تحت. شايف المنطقه دي باينها قوي في فتحه اهي، فتحه اهي، الفتحه اللي انا مفتح موصحها لك دي، دي اسمها اليوريثرال اورفيس، تمام، ده اليوريثرا بنايل يوريثرا. جميل. حوالين منها منطقه مخرمه كده، المنطقه دي اهي المنطقه المخرمه اللي حوالين الفتحه دي اسمها الايه الكاربس سبنجيوزس يوريثري، لانه حوالين اليوريثرا. هو كاربس سبنجيوزا مخرم سبع الاسبونج حوالين اليوريثرا فسميه كاربس سبنجيوزس يوريثري. طيب خدنا في المحاضره ان الكاربس سبنجيوزس يوريثري ده بيبقى حوالين اليوريثرا، نوصل منطقه الجلانز بينس لو فتحنا فيها هنلاقيها متحوطه بسبنجيوزس، يعني الاسبنجيوزس ده كان تحت اليوريثرا بس في البادي، انما في الجلانز هو محوط اليوريثرا وكمان محوط الجلانز بينس. فاقطع كده خد كروس سكشن تلاقي ايه؟ تلاقي كوربس سبونجيوزس فوق بس بتاع البينس، بسميه كوربس سبونجيوزس بينس، وبعدين كوربس كافيرنوزا عادي خالص، وبعدين فتحه اليوريثرا الاورفيس هي عادي خالص، وحوالين منها كوربس سبونجيوزس يوريثري ثاني اهو. يبقى كوربس سبونجيوزس يوريثري كوربس كافيرنوزس كوربس سبونجيوزس بينس. تمام. نيجي للايه للجلانز بينس من فوق، الحرف ده بسميه الايه الكورونا جلانديز، كورونا جلانديز الكورونري بوردر بتاعه يعني، فاهم. طب نوسع كده نلاقي فوسه هنا، فوسه هي ديبريشن حوالين البروز ده، تمام. الديبريشن دي ديبريشن اهو بسميه الفوسه جلانديز، فوسه جلانديز، تمام. عادل ايه الفوسه جلانديز اهي. طب اللي طالع منها ده ايه؟ ده اسمه اليوريثرال بروسيس، اللي فاتح من بره خالص بالايه بالاكسترنال يوريثرال اورفيس. يبقى دي اكسترنال يوريثرال اورفيس موجوده فين؟ في يوريثرال بروسيس، اليوريثرال بروسيس جوه الايه الفوسه جلانديز. طب الفوسه جلانديز دي لو انا جيت فتحتها كده وفتحت فيها قوي كده وسعتها جامد خالص كده ومسكت اليوريثرال بروسيس ده لتحت كده، بص شايف الخرم ده، الفتحه دي، الفتحه دي اسمها اليوريثرال ساينس، هي بلايند ساك كده، تمام، ملهاش اي لازمه بس ليها كلينيكال امبورتنس. لما الحيوان يجي لي الجلانز بينس بتاعه منفوخ وانفليمد، منفوخ وانفليمد، هعمل ايه؟ اول هبتدي اول حاجه انضف المنطقه دي اليوريثرال ساينس ده، لان اليوريثرال ساينس ده بيتجمع فيه فورم بادي وشويه يورق مع اليورين وسكريشنز وسميجما حاجات من ايه مقرفه، فانت ايه تنضفها وبعدين تشوف هيستجيب معاك للعلاج ازاي. طيب ده بالنسبه للايه للبينس بتاع الايه الهورس. طب نخش للتاني دي اهو، نخش على الايه على النوع التاني اللي هو البينس بتاع الايه الاوكس. قلنا البينس بتاع الهورس كان ماسكول كافيرنوس، بتاع الاوكس بيبقى فايبرو الاستيك، فهو بيبقى اريكتد اول ذا تايم، يعني الانجيشن بتاعه بيحصل طول الوقت، هو اريكتد اول ذا تايم. طب بالنسبه للي احنا عايزين نخليه يطلع او يخش، ففي حاجه اسمها السيجمود فليكشن بيبقى متني كده، تمام. الثانيه دي هتسمح له ان ساعه الاريكشن يتفرج وساعه الايه الريتراكشن يرجع تاني ايه
قصير. طب ايه اللي بيفرد السيجمنت فليكشر دي او بيشدها تاني؟ قال لك عضله اسمها ريتراكتور بينس ماسل. اهي الريتراكتور بينس دي لو حصل لها ريلاكسيشن تمددت هتقوم فارده ده معاه، لو حصل لها كونتراكشن ترجع تاني سيجمنت فليكشر. خلاص. وبالنسبه للجهاز بينس بتاعه بقى، عايزين نشوف الايه البينس بتاعه من قدام. قال لك والله اول حاجه هتلاقي الايه البريبيوس اهو، بريبيوس جميل، وبعدين الجلانز بينس. الجلانز بينس هتلاقي في اخر شاف الحته دي المنفوخه دي، الحته دي اسمها الجاليا جلانديز، الجاليا جلانديز تمام، ايه البطانه دي. وبعدين هنا فتحه اليوريثرا الاوبنينج عامه يعني، ما عندوش يوريثرا بروسيس او ما عنده بس قصير قوي يعني تمام، يبقى دي الجاليا جلانديز وبعدين يوريثرا الايه بروسيس. نشوف بتاع الشيب نفس الكلام، فايبرولاستيك وبرده سيجمود فليكشر. بس بص معايا، ادي الجاليا جلانديز بتاعته اهي تمام، الحته اللي فوق دي. طب بص شوف بس كده، ده اليوريثرا بروسيس، اليوريثرا بروسيس بتاعه بيبقى طويل قوي في حاله الايه الشيب، وده ليه كلينيكال امبورتنس. الكلينيكال امبورتنس بتاعته ان لما تروح لحيوان حاله شيب ذكر وعنده يورين ريتنشن يبتدي يقص منه حته، لما تقص حته من اليوريثرا بروسيس ده بعد كده يحصل لو اليورين ريتنشن موجود يبقى في مشكله ثانيه، لو فك يبقى هو كان سببه ان في حصوه اتحشرت في اليوريثرا بروسيس القصير الصغير تمام. بعد كده نخش على الايه على الكامل. قال لك والله الكامل بتاعي بيبقى انترميديت، هو فايبرولاستيك بس الكافين نفسه بتاعه زياده شويه عن البول فبسميه انترميديت. الجلانز بينس بتاعه بينتهي بحته بيتميز ان هو هوك لايك شبه الخطاف، شايف هوك لايك ده الايه الكامل. طيب نوصل لاخر حيوان خالص عشان نخلص. قال لك الايه الدوج، الدوج في ايه الجلانز بينس ده البريبيوس بتاعه الحته دي تمام. الجلانز بينس بتاعه طويل بيبتدي بحته منفوخه اهي، العنق المنفوخ ده تمام، الحته المنفوخه دي اسمها البالبس جلانديز. البالبس جلانديز دي تبقى كافيرنس تيشو، لما بيعمل انترميشن للبينس بتاعه في الفالفا، الفالفا العنق بتاعها في مصل اسمها الايه الكونستريكتور فالفي. الكونستريكتور فالفي دي اول ما البالبس جلانديز تخش بيتنفخ بالدم فيبقى بالونه ورا كده، والكونستريكتور فالفي دي في الفيميل تقوم قافله عليه، يقوم يحصل لوك كده اتحبس، البينس بتاعه اتحبس جوه فيحصل الكوبيلاتر ايه لوك تمام، تفضل موجوده كده لحد ما الكافيرنس تيشو ده الدم بتاعه يرجع تاني، تقوم حاصله ريلاكسيشن وطالع من بينه الايه لبره، ده الايه البالبس جلانديز. بعد كده المنطقه الطويله دي، المنطقه دي كلها اسمها البارس لونجا جلانديز او البارا لونجاس جلانديز تمام. البارس لونجا دي بيبقى جواها الايه الاوس بينس، العظمه اللي هي موجوده فين. وبعدين عند الايه الاكسترنال يوريثرال اورفيس، ده السكشن بتاع الايه الميل جينيتال سيستم. كده خلصنا الايه السكشن.